اللي كنشوفهم ورايا للاسف هي ماشي مشاهد قديمه ولا كترجع لسنوات بعيده، مشاهد اللي هي من مباراة اليوم بين فريقي يوسفية برشيد وفريق رجاء الرياضي. سوء تنظيم مرة أخرى كيرجع باش يفرض نفسه في هذا الماتش هذا. الآلاف ديال جماهير فريق رجاء الرياضي اللي رجعات وجات لهنا باش تساند الفريق ديالها، لقات راسها كتعاني وكتعاني وبالورقة ديالها وما كتدخلش للتيران. هادشي كامل وتصريحات أخرى غادي تشاهدوها في هذا الفيديو. التنظيم اليوم ما نظمش مزيان، حنا بوراق عينها تما كتشوفوها كثرة العصاها. هانتوما تشوفوا راه قاينا تشرقونا كثرت العصا. شوف اخويا الضرب ضرب الظهر تكتصل حدا الباب اخويا وكيضربونا. التيران ديما كنجيو كنعانيو من هادشي، جمهور الرجاء هو الوحيد اللي كنعاني من هادشي. ما عرفنا اخويا مناش واش الامن ضدنا ولا ما فهمنا والو اخويا. هادشي اللي ممكن ليا نقول لكم، سمحوا لي بزاف اخويا. الاوراق ما كاينينش اخويا، بغينا كاين المسكانيه كدور اخويا، حنا بغينا نشريو الاوراق بغينا ندخلو اخويا. كاين اخويا المسكانيه هي اللي لاعبه اخويا، بغينا اخويا من السلطات اخويا يديروا لنا التنظيم اخويا والكيش 30 درهم والمسكاني يدير لها 35 درهم 40 درهم، يعني حنا راه ما غنشريوهاش. المسك الاصليه دايره 40 درهم، تاخذها ماشين ورا 40 درهم وفي شي 30 درهم واني ودي مراجع. كتشوف حنا بغينا ندخلوا دابا وما كاينش، عندنا فلوس عندنا تيكي ما كاينش شيكي بزاف اكشاري عدو التيكي فلوس باش اللي يدخلهم. الصراحه خلي نشل الحوايج وشي المخزن كيضربهم وكلشي كيضربهم محشومه هادشي كاع. حاولتوا تدخلوا ولا والو؟ هادشي كتشوف غير الناس اللي كاينين تما بارا بزاف اول وما دخلتش واحد. كل اللي مخلي ما عرفتش مخلي وجايبين فلوس تيكي. هادشي كلشي ديالي هذا ديالي قطعنا ثروتنا وحده. انا من طلع لي الدم يلا بعتها ديالي ابو شديت الفلوس ما كاينش فين تفرج. كي غتبقى عند الدوار قام غيدخل مول تيران صغير مازال ماك تكون تفرج دونور ولا شي حاجه. واخا ديما راجا وديما راجا غنتفرجوا برا وغنمشيو نتفرجوا في القهوه وديما راجا. شي ما عرفتش انا جمهور الرجاء واش مستهدف ولا شي حاجه. راه ما كاين لا تنظيم لا اورغانيزاسيون ولا والو. بنادم كيدافع العصا والدراري راه غيقولوا لك كلشي كلا العصا فهمتش. باب واحد اصاحبي راه مديبلاسي دوله الشعب اصاحبي فهمتش اخويا. المهم دير اخويا انت اخويا الورقه فينايا ياك الاخ العزيز. ما بغاوش يديروا لنا النظام هذا. غتقلب اي واحد تلقى عنده الورقه ديالو. حنا في اي ديبلاسمون نعانيو مع من نعانيو مع مع القوات المسلحه مع الامن. ما تيخليوناش ندخلو، ما عرفناش علاش. حنا علاش باش نضربو الطريقة باش نجيو نتفرجو ونتبعو الراجا ديالنا ونسيبورطيوها. هاد الناس هادو خويا راه ما بغاو يديرو معانا حتى شي حل. ديما فما كتجيو شي ديبلاسمو تنعانيو هاد المعاناة هادو. حنا هادشي اللي تنطلبو منهم يبعدو منا. حنا راه كتشبعو الفرقة. خويا اليوم ما تلينا التنظيم الاول اخويا تما شاتو معانا. الجمهور اخويا بزاف ومخلاوش يدخلوا من التيران حشومه كاع يا وديما راجا ونمشى على 3 بوان. ما يصوروا منا والو ديما راجا تلموش ديما مشوا على راجا تلموش راجاوي هو اللي مشوا على راجا تلموش راجاوي هو اللي قال ما تنظيم ما والو. هذا بنادم بورق شوايش وما خلاوناش ندخلوا الزحام. شو صح والله حشومه. يلاه قال لك المغرب باغي ينظم كاس العالم ما نظموش تيرانات ديال المغرب البطوله البطوله ما نظموهاش بقايين ينظموا لنا كاس العالم. باب واحد دايرين الجو وما عارفين الجمهور ديال الرجاء اش كيقول. شو دايرين ليا صاحبي راه تعاين الناس تاع مرجاوي ديال اللعابه ما لقاوش منين والله يتحشوا الناس تاع مرجاوي ودايرين لا باب واحد ولكن هاني واخا ما ندخلوش نتفرجوا هاني ديما راجا تلمو دابا اضطرينا حنا اخويا غنقدروا نرجعوا كاع في حالنا ولا غنشوفوا دابا واش غنقدروا ندخلوا ونشوفوا شنو غندير. شنو المشكل واش ما كاينش الوراق واش البيبان مسدودين واش كاينين بيبان مسدودين التنظيم ما كاينش الصف الصف وكيضربوا في الناس. واحد القضيه دايرين الفرقه ديال برشيد مخرجين الوراق اكثر من البلايص اللي عندهم باش يدخلوا بزاف يربحوا بزاف وبنادم ما يدخلش. داك الشيء علاش اوكي حنايا ندور دابا المنصه وغادي ندخل ان شاء الله في اي بي وكالم ولعبات. كاين الازدحام بزاف من الجهه ديال الجمهور ديال الرجاء ديال البرشيد ليسباس خاوي. يعني الجمهور ديال البرشيد ما كيدخلش بزاف ديال الرجاء كيدخل بزاف وتيران صغير الامن وداك الشيء ما بقاتش. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش ابوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.